كشف رائد فهمي القيادي في تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن أن ائتلافه لن يشارك في الحكومة المقبلة إذا لم ينجح في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وإن لم يتم بناؤها وفق الشروط التي وضعها الصدر. وأضاف فهمي أن بعض الجهات السياسية لامسنا منها القبول بهذه الشروط الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة ومنها الآلية التي تتم بها عملية التشكيل إضافة إلى طريقة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه الشروط لن تكون كالسيف على رقاب الرافضين لها.